أتمنى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نتيجة اليوم. الحمد نحمد ربي ثاني على الأداء البطولي للاعبين، اللاعبين كانوا في المستوى اليوم. الحمد لله اليوم قدرنا إن شاء الله نقولوا باللي خرجنا من مرحلة فريق اللي كان عايشها الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية. كل الشكر للاعبين اللي قدموا أداء بطولي رجولي اليوم. ما يخفيكمش أنه اليوم كانت عندنا غيابات كثيرة في الفريق. نشكر اللاعبين اللي عوضوا اللاعبين اليوم، عوضوا اللاعبين الاساسيين اللي كانوا في المباراه الماضيه وعوضوهم يعني، وكان ادائهم بطولي وقدموا مستوى ما شاء الله. الحمد لله اليوم كما شفتوا مقابله كانت صعبه، مقابله كانت ضد فريق اللي كان منتعش وكان كان كان يمر بمرحله سلسله نتائج ايجابيه تقريبا 5 مباريات بدون انهزام. كانت صعبة وكنا نعرفوا أنها صعبة لأنهم كانوا طموحين أنهم يضيفوا انتصار آخر. الحمد لله احنا كنا أمام حتمية الرجوع بنتيجة إيجابية. فوز اليوم إن شاء الله يخلينا نحضروا مقابلة رابطة أبطال إفريقيا بكل أريحية. ثانيا نزيد نشكر اللاعبين تاعي ونقول لهم يعطيكم الصحة إن شاء الله. قدامنا اسبوع لتحضير مقابله رابطه الابطال الافريقيه ان شاء الله، اللي راح هي من اهدافنا ان شاء الله. نطمح باش نروح بعيد ان شاء الله فيها وتاهل الى الربع النهائي ان شاء الله. فيليستاسيون للجوار، برافو. بصح كما شفتوا مباراه نتيجه ولا ما تعكس اداء، ما كناش نستاهلوا الخساره، درنا اللي علينا وسيطرنا على المباراه بالطول والعرض. ما كما يقول لك ما بغاش تدخل اليوم، زاد الطرد تاع مداح كمل علينا. ان شاء الله مازال الشامبيون طويله، رانا نخدموا ان شاء الله حبه حبه نكملوا انفوس الشامبيون ان شاء الله. السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء اودي اقول الحمد لله لربي ما كتب لناش اليوم انا باش نحقوا انتصار ثاني على التوالي، وين كنا حابين نكونفيرميو لي ريزيطا اللي درناهم ما كتبت لناش، حنا درنا اللي علينا الحمد لله. ونا راطي بوكو دوكازيون وين كان خاصنا شويه كونسونطراسيون القدام. ثاني عندنا البيت تاعنا اللي بالبالا ريتي هذيك، معليش حنا ماشي هادي اللي تحبسنا ان شاء الله، حنكملوا نخدموا ان شاء الله. وين مازالنا بوكو دو ماتش ان شاء الله، نعاودوا نسقموا رواحتينا ان شاء الله ونعاودوا نحققوا 3 بوان هادو اللي راحونا في استادنا ان شاء الله. وا سيتي ان بو ديفيسيل، تري ديفيسيل ميم شلاف ا دوميسيل توت لا زاني، سي ان بو غالير على جوي اون بليس سون موتيفي دونك فوالا. ابري سي الحمد لله انا ماركي سو بوت، اون اوري بي اون ميت دوتر كوم اون اوري بي اون بروندر، مي ليسونسييل اي في اون ريبار افيك لي 3 بوان اي Et c'est de bonne augure pour la suite, inchallah, et on va continuer à aller plus loin. Lui fait toujours il joue à la fouz, et malgré les problèmes, voilà, ou les changements, ou les absences, voilà, on est toujours présent. On a voilà, on a un groupe, on a des joueurs, mais je suis فقط 11 لاعب. واليوم بينا فوالا كان ماتش كما قلت لك، رغم الغيابات ورغم الفاني التعب تاع كل ضافري كل مشاكل فوالا توجور انا حاكمين، وانا حابين فوالا نخليو توجور الوفاق الفوق ورانا نتبعوا مباراه بمباراه. دوكا خلاص الصفحه تاع البطوله راحت، دوكا لازم نركزوا على رابطه الابطال اللي فاني اهداف لينا باش نفوزوا المباراه باش نعاودوا نمنوا بالتاهل ان شاء الله. الحاجه الاولى الفوز تاع اليوم بوكو بليس معنويا باش نطلعوا المورال في لا سيتياسيون اللي رانا نعيشوها والناس كاع راهم على بالهم. الحمد لله الفيكتوار تاع اليوم وين تخلينا توجور موتيفي بور جوي لي بريمير رول. Je pense que les 3 points de l'Italie ont beaucoup plus moral par rapport à la situation de l'Iran.